أول حياة يحياها السالك إلى الله حياة القلب بذكر الله تعالى وبتدبر آياته. ففي القرآن الكريم سمى الله تعالى وحيه روحا، القرآن الكريم روح لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح والعقول. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل دبت فيك هذه الروح؟ فأخبر الله تعالى أنه روح تحصل به الحياة، وأنه نور تحصل به الإضاءة. فالوحي حياة، وهو حياة الروح، كما أن الروح حياة البدن. ولهذا من فقد هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. من فقد تدبر القرآن الكريم فقد قيمة وجوده على هذه الأرض. ما معنى أن تعمل وتكسب مالا وتأكل وتشرب وتتزوج وتشتري دارا وتنجب؟ ما معنى هذا الكلام؟ سامحني، القطط تفعل الشيء نفسه، تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب وعندها دار. لكن إذا نزلت فيك روح الوحي انتفعت في الدنيا والآخرة. إذا نزلت فيك روح آيات الله تعالى صرت نفاعا لمن حولك، صرت سببا لسوق الخير للعباد، صرت سببا لزيادة القرب إلى الله تعالى، صرت راهبا في الليل فارسا في النهار، صرت سببا لإيصال الرحمة إلى العباد والبلاد. وكذلك الذكر فإنه يحيي القلب، والذكر للقلب أيها الإخوة مثل الماء للسمك. فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟ مشكلة كبيرة يا أخوان. إذا واحد مات قلبه بيصير بيأذي وما بيشعر بشيء، بيعتدي وما بيشعر بشيء، يصير وبالا على كل أهل الأرض، يسرق ولا يشعر بشيء، يقطع أخاه ولا يشعر بشيء، يعق أباه لا يشعر بشيء، يؤذي أولاده لا يشعر بشيء، يضرب زوجته لا يشعر بشيء، لأن القلب ميت، ما في حياة. حياة القلب بالذكر، والذكر للقلب مثل الماء للسمك. فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟ قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله، وحياة القلوب التي تموت بذكر الله الذي لا يموت. يا رجال، يا أيتها الأخوات، يا أيها الإخوة، إلزموا ذكر الله تعالى. إذا هذا القلب لم يحيا بالذكر فلا قيمة لهذه الحياة. إذا لم يصر قلبك يحدثك عن ربك فلماذا أنت موجود؟ إذا لم يصر قلبك يستشعر ويتنفس حلاوة الطاعة وحلاوة البر وحلاوة الرحمة وحلاوة الكرم وحلاوة الإحسان فلماذا أنت موجود؟ لكن هذا القلب يحتاج إلى حياة، يحتاج إلى ماء لتسقيه، وماء القلب ذكر الله. فالزموا أيها الإخوة ذكر الله تعالى وتدبر كلامه. تدبروا كلام الله، أكثروا من قراءة القرآن وأكثروا من ذكر الله، ليحيى القلب منكم وتنبعث الروح فيكم، إذ لا حياة للروح والقلب إلا بذلك، وإلا فهما في جملة الأموات، أومن كان ميتا فأحييناه. تريد أن يحيي الله قلبك؟ ذكر الله وتلاوة كتابه. وهذا نوع من الحياة لا يعرفه من لم يسلك درب الله. من لم يسلك درب الله يعرف حياة الطعام، حياة الشراب، حياة الكساء، حياة النزهات، حياة اللعب، لكن ما عليه أن يضم إلى هذا أن يحيي الله تعالى قلبه فيحيا حياة أخرى يسعد بها ويسعد من حوله.